اهلا سجهان. اهلا صبحي باشا. ايه عاش من شافك؟ تعرفي الانسه خواطر؟ اظن تقابلنا مره قبل كده. كان في عيد ميلادك الاخراني مش كده؟ اظن قهوتك مظبوط على ما اذكر، صح؟ كل اللي بتعمله ده غلط ومفيش منه اي فايده. تعالي قولي. اسمعني، الموضوع عدى مرحله الهزار ودخل في الجد، ما تعملش بطل في معركه خسرانه. مين قال لك انها خسرانه؟ انا بقول لك كده، انا عارفاهم اكتر منك. لو عارفاها ما كنتش قلت انها خسرانه. اللي بيعملوا ده معناها انهم خايفين وبتخبطوا، وان انا على حق. انا مش قادر افهم انت بتعمل كده ليه. لو عندك ولد او بنت راحوا في حادثه زي اللي فاتت دي كنت فهمتي. وانت ان شاء الله عندك؟ ايوه عندي. شوفي ايه رايك؟ ده الولد اللي كان في المستشفى 14 سنه يا سامي، عندي ابنه ما اعرفش، ويوم ما اعرف يعجزه. يعني امه اللي كانت معاه دي؟ دي فاطمه مراتي الاولانيه. ايه رايك؟ ما يستاهلش اعمل عشانه اللي بعمله ده. ايه رايك خواطر؟ زي القمر، ربنا يحميه. طب ما جاش يعيش معاك ليه؟ هيعيش معايا بعد كده، مش هسيبه تاني. وكل اللي بيجرى لك ده علشانه؟ هو اللي زيه يا خواطر. قولي لي هم بعتينك ليه؟ قضيه السكاكيني هيقلبوها من تاني يا استاذ. ظهر واحد طعن في الحكم الاولاني. انت ايه رايك؟ اول ما بعتولي خفت، قلبي وقع في رجلي. انا عارفه بتوع الاسم ومباحث الاداب، لكن دول اول مره. لما تروح يا خواطر قولي لزكي تابع اجراءات القضيه في المحكمه. من عينيا يا استاذ. وانا يا قديس مش هتوزع عليا دور؟ انا ما بطمعش انك توقفي معايا. ولا حد في الدنيا هيقف معاك. طز فيكوا في اللي بتعمله واللي هتعمله. انت فاكرها لعبه؟ لا يا حبيبي، انت ما تعرفهمش. هيفضلوا يضغطوا عليك وينتهكوا ادميتك لحد ما تنخ زي الكلب ولا حد يسال فيك. وفي الاخر ينفذوا اللي هم عايزينه، ويوم ما يعتقوك هيحولوك لجاسوس تبيع نفسك ليهم لحد ما تكره اليوم اللي اتولدت فيه. اهدي يا سامية. ابعد ايدك عني، انت ولا حاجه، كلكم جبانات ولاد كلب من كبيركم لصغيركم. افتح الباب، بقول لك افتح الباب. ربنا معك يا استاذ، ما تخافش. كلامنا اللي قلناه في النيابه قبل كده هيفضل هو هو مهما حصل. أكيد حصلت لمصطفى. بيتهيألي كده برضه يا سيف. يبقى لازم نسأل عليه يا ماما. اسأل عليه بصفتك إيه؟ صاحبي والمحامي بتاعي. لا لا، هو صاحبك ولا المحامي بتاعك. إبراهيم، الموضوع زاد عن حده يا فاطمة ولازم ينتهي بقى. هو ليه زعيم مصطفى ما بيحبوش؟ القلب وما يريد يا سيف. يعني هنسأل عليه ولا لا؟ ايوه، لكن هنسأل عليه فين؟ في بيته او في مكتبه؟ هو مش ليه مكتب برضه؟ يا زكي يا ابني لازم تروح له وتاخد له معاك لقمه ياكلها. حد عارف اذا كان بياكل ولا لا؟ والدوش يدخلوني اقابله عم حموده، ولا حتى دخل له اكل. يبقى لازم اروح له انا بقى، يمكن يعملوا حساب لشبتي. مفيش فايدة عم حمودة، دول ما رضيوش يستلموا اعلان المحكمة عن الجلسة اللي فاتت. ولغاية امتى هيفضل كده؟ على ميعاد الجلسة اللي جاية وهيطلع. أنا بعت لهم اعلان المحكمة في جواب مسجل، ومش ممكن يأخروه أكتر من كده. صوت حد طالع، بسرعة روح اقعد على مكتبك أحسن يكون زباين. طب اعمل لي فنجان قهوة وخلي بالك متصل على النار. طب روح أنت بس بسرعة.
اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ست هانم، ايه النور ده؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، حضرتك تحب تشربي ايه؟ شاي، قهوه، حاجه ساقعه، نسكافيه؟ متشكره قوي. امال فين الاستاذ مصطفى؟ الاستاذ مصطفى مسافر، عنده مؤتمر في سويسرا، هو مش غريب كتير. انا هنا تحت امرك. يا ترى ايه نوع القضيه؟ طلاق، نفقه، اثبات نسب، ورث؟ هو حضرتك بتتكلم كتير ليه؟ متاسف، شغلتي. الهانم تاخد قهوه. عم حموده، شوف الهانم تشرب ايه والبس صغير كمان. ست فاطمه. عم حموده. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا بنتي؟ ازيك انت يا عم حموده؟ انت سبت المطريه من امتى؟ اوه من زمان قوي، من ايام ما سبت بعض انت والاستاذ، جيت قعدت معاه هنا. معقول يا بنتي انا وانت نسيبه؟ ما تفهمني الحكايه بالظبط يا عم حموده، واستاذ مين اللي بتتكلموا عنه؟ استاذ بتاعنا يا زكي. مع المدام. عم حموده ارجوك. ما شاء الله ما شاء الله، ده ابنك يا فاطمه؟ ايوه، سيف. سيف؟ سيف مين؟ لا انتوا مش كان لكم صاحب زمان اسمه سيف وشهد على جوازكم معايا؟ من فضلك يا عم حموده، الاستاذ فين؟ استاذ، استاذ ست فاطمه عرضت عليه المباحث من كام يوم كده في الفجر، وحاولنا نوصل له ما قدرناش. ما تعرفش قبضوا عليه ليه؟ انت بقى يا سيدي سيف اللي عامل لنا قلبان في حياتنا. بس تصدق بالله الاستاذ كمان ضحى. ازيك يا سيف؟ ازيك وازي صحتك؟ الحمد لله. وحشتني قوي. ازيك؟ الحمد لله. ايه ده؟ ده انت متعور خالص، ايه اللي عمل فيك كده؟ لا دي حاجة بسيطة خالص. ازيك يا فاطمة؟ شكرا قوي انك فكرت فيا. في الحقيقة السيف هو اللي كان مصمم ان احنا نيجي نقابلك. ما عندكش فكرة احنا تعبنا قد ايه علشان نيجي نشوفك هنا. انا مش عارف، مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجة. جاهز؟ ايه ده؟ انا اتمرنت لك وجاي مخصوص عشان اغلبك. وافق. ابيض ولا اسود؟ ابيض طبعا يا عم، مالك بالليل. قديمة اهو، قديمة اهو. نعم. انت كنت بتلعب ملاكمة ولا ايه؟ وريني هتلعب اللعبة دي ازاي؟ كنت عارف انك هتلعب. قولي انت مصمم على موقفك؟ موقف ايه؟ موقفك في القضية. انا ماما حكيت لي على كل حاجة. كل حاجة؟ طبعا، ده انا قريت مرافعتك في الجرايد، الجرايد كلها عاملة منك بطل. سيف انا مش عارف تاني، مش كده؟ طبعا، خطوتين كمان بالظبط والملك بتاعك يموت. هتكمل؟ انت ايه رايك؟ لو مني منك اكمل. مش هتنقذ الملك بتاعك؟ انت اتعلمت الخطه دي فين؟ ده الدور اللي كسب بيه بطل روسيا بطوله العالم سنه 1983. قايل ما قلتليش ناوي على ايه؟ لو كان ممكن يتراجع واحد في المليون قبل كده دلوقتي مستحيل يا سيف، حتى لو قطعوا من جسمه بالحتة. محكمة! الأستاذ مصطفى خلف موجود الجلسة دي؟ أيوة يا فندم موجود. مش عيب يا أستاذ مصطفى ترفع قضية كبيرة زي دي وتتخلف الجلسة اللي فاتت؟ غصب عني يا فندم. ولا انت ماشي خلف خلاف زي المحامي بتاع المسرحيه اياه؟ لا والله يا فندم، انا كنت مجبر، ولولا الجلسه دي الله اعلم انا كنت خرجت ولا لا. انت عملت حادثه؟ تقريبا يا فندم. ودي اثرها اللي على وشك؟ يا ما الهدوم بالدار يا فندم. احنا جاهزين عشان نسمعك يا استاذ مصطفى. لو سمح لي سعاده الرئيس.